بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل كلام على الكومباوند اوبجكتس. هناخد دلوقتي اتنين كومباوند اوبجكت جداد. اول واحد هو الكونفورم. الكونفورم بيعمل ايه؟ بيطبق اوبجكت على اوبجكت تاني، او بيعمل ريشيب اوبجكت على اوبجكت تاني. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي لو انا جيت من الستاندرد بريمتيفز عملت بوكس مثلا بالمنظر ده من الفرونت، وجيت عملت سفير كده حواليه بالمنظر ده. طيب دلوقتي عندي البوكس اهو جوه السفير، وادي السفير من بره. تمام، هاجي هنا من كومباوند اوبجكت وهقول له كونفورم. الكونفورم بتتعامل مع جزئين، جزء الراب تو اوبجكت والرابر. الرابر هو اللي ببقى ماسكه في ايدي، هو ده اللي هيتطبق على اوبجكت اللي انا هعمله بيك. طب بعمل بيك للاوبجكت اللي انا هطبق عليه الاوبجكت اللي ماسكه، هعمل بيك للبوكس اللي جوه السفير الصغير ده. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجه بالمنظر ده، حاجه بالشكل ده. تعال نشوف البارامترز اللي عندي. مبدئيا الاوبجكت اللي انت بتعمله بيك، هل هتخليه انستانس ولا موف ولا ريفرنس ولا كوبي؟ اتفقنا على الفرق بينهم. دلوقتي احنا هنخليه انستانس بحيث ان يبقى البوكس اللي جوه ده موجود معايا اهو، ده النسخه اللي منه، النسخه الانستانس اللي منه. لما اجي اكبرها او اتعامل معاها بيفرق معايا في الاوبجكت اللي جوه. تمام، طيب لان احنا سايبين الديفولت بتاعنا اللي هو كان انستنس. تمام، البارامترز بتاعتي الاوبجكتس هي الرابر والرابر 2. الرابر هو السفير والرابر 2 هو البوكس. الرابر نيم سفير 1 والرابر 2 اوبجكت اسمه دي بوكس 1. عايز تغيرهم اعمل لهم رينيم من هنا براحتك. تمام، بعد كده هنشوف بقى انت دلوقتي بتعمل بتطبقه من انهي وجهة نظر او من انهي اتجاه. لو انت عملت تشيك على يوز اكتيف فيو بورد، يبقى هو الاكتيف فيو بورد اللي انت واقف عليها سواء فرونت توب ليفت برسبكتيف او اي حاجة، هو اللي هيطبق من وجهة نظرها هيعمل كونفورم للاوبجكت اللي انت ماسكه على التاني اللي انت بتختاره. تمام، لو انا جيت مثلا وقفت من التوب دلوقتي، انا واقف على التوب ومسكت الاوبجكت ده، فالاكتيف فيو بورد هي التوب. عايز اعمل ريكالكوليت للبروجكشن بتاعي ان هو يعيد حساباته من ناحيه التوب، فادوس على الزرار ده وانا واقف على اليوز اكتيف فيو بورد، هتلاقي ان الشكل اختلف بقى. اعمل كده من فوق، لو جيت وقفت من الليفت وجيت قلت له من الليفت كده وقلت له ريكالكوليت، هتلاقي ان الشكل اختلف بقى عامل كده من الليفت. تمام، ده لو انا واقف في الاوبشن بتاع يوز اكتيف فيو بورد. لو جيت قلت له يوز اني اوبجكت زي اكسس، يبقى انا دلوقتي بقول له لا، انت هتختار لك اوبجكت ليه لوكال كوردينيت هتتعامل مع الزي اكسس بتاعها. تمام، تعال ندي مثال على كده. مثلا تعال نعمل سفير هنا او اي اوبجكت يعني. تمام، والاوبجكت ده تعال هنا من هيراركي هقول له افكت فيو بورد اونلي كده. دلوقتي انا بتعامل مع الفيو بورد بتاعه، وهاجي هغير الاكسس بتاعه. مثلا هقول له خلي الزد فوق، يعني دلوقتي انا عندي الزد اهي، الزد بقت كده. تمام، طيب وهقفل الزرار كده وهمسك الاوبجكت بتاعي ده وهاجي من موديفاي واقول له انت دلوقتي يوز اني اوبجكت زي اكسس، وهعمل بيك للزي اكسس اوبجكت للاوبجكت ده. هو مش بياخد منه غير الزي اكسس بتاعه، فبقى حاجه بالمنظر ده. لما اجي امسك الاوبجكت ده واجي اعمل روتيت كده، انا بروتيت اللوكال كوردينيت بتاعته، يعني الاوبجكت باللوكال كوردينيت بتاعته كمان. فايه اللي بيحصل؟ هتلاقي ان الشكل بيتغير بالمنظر ده. طبعا دي ممكن تفيدك في انيميشن، في اي حاجه انت عايزها، حاجة بالمنظر ده. ممكن اجي اعمل روتيت كده وهكذا. طيب نكمل كلام. ممكن بقى لا يوز اكتيف فيو بورد ولا يوز اني اوبجكت زي اكسس، ممكن اتعامل مع الاوبجكت بتاعتي اللي هي السفير اللي هي الرابر اوبجكت والرابر 2. ممكن اقول له ايه؟ لا، انت هتعامل مع الفيرتكس نورمال. ادوس على الزرار ده، ايه اللي بيحصل؟ حاجة بالمنظر شايفينه ده. ايه اللي بيحصل؟ ان هو بيشوف الفيرتكس نورمال اللي هو الافرج بتاع كل النورمالز بتاعه البوليجونز بتاعه الرابر اوبجكت. احنا حكينا ان النورمال ده هو عباره عن فيكتور بيبين لي الاتجاه يعني بيكون عمودي على سطح البوليجون، وبستخدمه في ان انا بحدد الروتيشن بتاعي بتاع الاوبجكت بيكون عامل ازاي بناء على النورمال. فالفيرتكس نورمال ده الافرج بتاع كل البوليجونز بتاعه الاوبجكت. فهو كده هيعمل ايه؟ هيعمل كونفورم للرابر بس في عكس اتجاه الفيرتكس نورمال. ممكن اقول له توورد رابر سنتر، تبقى حاجه بالمنظر ده. الرابر اللي هو السفير السنتر بتاعها هو عمل ايه؟
عمل على اشتغل عليه ان هو يطبق الاوبجكت اللي هو السفير على البوكس اللي من جوه بالمنظر ده تورد رابر بيفوت. البيفوت بتاع الرابر طبعا في الحاله دي احنا عندنا البيفوت والسنتر واحد، ممكن لو البيفوت بتاع الاوبجكت كان مختلف هيدينا نتائج مختلفه. تورد رابر تو سنتر تمام، يبقى بيتعامل دلوقتي مع رابر تو اوبجكت اللي هو البوكس اللي اخترناه. فدلوقتي بقى السن بقى بيعمل بيتعامل او بيتجه ناحيه السنتر بتاع الرابر تو اللي هو البوكس، او ممكن يتجه ناحيه البيفوت بتاع الاوبجكت اللي هو البوكس تبقى حاجه المنظر ده، لكن اللي فوق دول كان بيتعامل مع الرابر نفسه اللي هو السفير. تمام. طيب تعالى نعمل نختار اي واحده منهم مثلا حاجه بالمنظر ده اللي خلنا في اليوز اكتف فيو بورت مثلا، ونشوف بقى البارامترز الثانيه. في بروجكشن ديستانس هي المسافه اللي بين الرابر والرابر تو اوبجكت، المسافه اللي بين الرابر والرابر تو اوبجكت كل ما قللها كل ما الاوبجكت يقرب المفروض، وكل ما كترها كل ما الاوبجكت يبعد. يعني بص كده في التوب الاوبجكت كده بيبعد عن الرابر تو اوبجكت تمام، كل ما قللها الاوبجكت بيقرب. يعني لما تبقى بزيرو هيبقى خلاص كده الاوبجكت اللي هو الرابر تو اوبجكت في السنتر تمام، وكل ما بعدها بيبعد عنه. ممكن برضو نحسها اكتر عملنا تورد اوبجكت بالمنظر ده. تعال نتعامل مع ديستانس كده، مش مدية تأثير هنا، مدية تأثير مش باينة اكتر غير في ان انا اكتب عشان هو حتة منه بقى حتة صغيرة منه. تمام. تاني حاجة هي الستاند اوف ديستانس، هي المسافة اللي هيبعد عنها الفيرتكس الفيرتسيز اللي اتطبقت على الاوبجكت ده، المسافة بينه وبين الفيرتسيز بتاعت الاوبجكت الاولاني. يعني الفرق بين الاتنين ده الاوبجكت كله هو بيبعد، اما دلوقتي الفيرتسيز اللي على السطح هنا هو هتبقى عامله مسافه قد ايه بعيده عن السطح. لو بزيرو هتبقى فوقيه بالظبط اهو، لو بمسافه معينه يبقى انت بتحط كده زي ايه مسافه بين الفيرتسيز المفروض تبقى على السطح والسطح نفسه بتاع تو اوبجكت. تمام. وفي عندي يو سيلكتد فيرتسيز، لو انا عايز اختار شويه من الفيرتسيز وايه واطبق عليهم، الابديت هيكون اولوز ولا وين ريندرنج ولا مانيوال. ممكن اعمل هايد للرابر تو اوبجكت اللي هو البوكس، تبقى حاجه بالمنظر ده هتشوف النتيجه النهائيه بس. في الريندر اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل هو بيختفي. يعني تعالى كده مثلا نقول له اوكي حاجه بالمنظر ده مثلا، لو انا شلت التشيك بتاعه الهايد البوكس بتاعه هو باين اهو الجزء بتاعه تمام. تعال نحط التشيك ونعمل ريندر هتلاقي الجزء ده مش باين. تمام. اخر حاجه عندك مع الريزلت ولا الاوبرنت، يبقى الاوبرنت يبقى الاوبجكت زي ما هو والبوكس جوه، اما الريزلت دي النتيجه النهائيه اللي هي المفروض هتبان في الريندر عندك. ده كده باختصار الكونفورم. ممكن يعني نشوف الموضوع باستخدام او بمثال كده ظريف، مثلا نعمل ريسيت وتعالى كده نعمل بلين كانه ارض مثلا، والبلين ده نعلي السيجمنتس اللي فيه بالمنظر ده، بعد كده نضيف عليه النويز عشان ايه نعمل ارض كده ايه مش مستويه، نعلي الزد مثلا حاجه بالشكل ده، وتعال نقلل السكيل شوية، نقلل الزيت شوية متبقاش يعني ممكن تبقى كده، ونقلل السكيل خالص، نعلي السكيل سوري بحيث انها تبقى اي حاجة بالمنظر ده. مثلا معايا حاجة ارض بالمنظر ده بالشكل ده، عايز اعمل كأن دي مثلا دي جنينة او حقول او اي حاجة، وعايز اعمل طريق في وسطها. طيب هتعمل الطريق ازاي؟ تعال نعمله باللوفت، ان انا ارسم الباث من باللاين اهو من التوب، هرسم الباث اهو مثلا حاجة بالمنظر ده، وهرسم الشيب ريكتانجل من الفرونت كده، ده العرض، ده العرض بتاع ايه الطريق بتاعي. وهاجي هنا من 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 كرييت كومباوند اوبجكت لوفت اتكلمنا عليه قبل كده، واقول له جيت باث، فاديني حاجه بالشكل ده بقى الاوبجكت بتاعي اهو، احطه في النص كده. ممكن اعمله سكيل اضيقه شويه واضيقه كده شويه، ممكن اعمله روتيت اخليه مثلا بالطول كده مثلا حاجه بالمنظر ده. هي عايزه تحسن الحته دي بايظه شويه، اقدر افتح اللوفت كده وافتح الباث، افتح اللاين، امسك الفيرتكس وامسك الفيرتكس دي مثلا ابعدها شويه كده، وامسك دي ابعدها كده مثلا، يعني ونخلي ده كده ايه تعدل شويه كده مثلا حاجه بالمنظر ده. هرجع اقفل اللوفت كده زي ما كانت، وبالموف هرفع الاوبجكت، فبقى عندي ادي الطريق اهو وادي الارض اهي. الطريق ده مستوي يعني اوكي واخد كيرفات بس هو من الفرونت مستوي، لكن اما الارض فهي ايه فيها المطبات دي كلها. انا عايز اطبق ده على ده، فهمسك ده
وهيطبق على على الارض دي. فهاجي هنا اهو من كرييت واقول له كونفورم واقول له بيك رابر تو اوبجكت وبيك الاوبجكت ده. هديك من انهي فيو بورت؟ المفروض انا عايز من الفيو بورت المناسب. الفيو بورت المناسب ليا التوب عشان ينزل علي من التوب. فالبيك وهبقى واقف على اوكي هقول له موف مش عايز الطريق في حاجه تاني، واقول له يوز اكتف فيو بورت وهعمل بيك دلوقتي للايه للارض بتاعتي او الجنينه بتاعتي حاجه بالمنظر ده كده. الطريق اتطبق على ايه على البلين بتاعي. طيب ممكن اجي دلوقتي واعمل هايد للرابر تو اوبجكت، او ممكن مثلا ارفع الرابر تو اوبجكت شويه لفوق. تعال نبص كام برسبكتيف، نرفع كده شويه من السيرفيس ديستانس، ارفعه كده شويه كده في مسافه بينهم وبين بعض. طبعا الحاجات السودا دي لان الطريق نفسه ليه سمك، فلما طبقه على البلين بتاعك الباك دخل في الفرونت فاداني حاجه بالشكل ده. ممكن اعالجها ان انا اضيف شيل موديفاير، ندي سمك شويه للاوبجكت بتاعي مثلا حاجه بالمنظر ده. ممكن بعد كده مثلا ارجع للكونفيرم واروح اقول للكونفورم سوري، واروح اقول واجي اقول له ايه عايزين نهايد الرابر تو اوبجكت. فكده بان لي الطريق اهو حاجه بالشكل ده مثلا. فدلوقتي انا ممكن مثلا امسك والله الكونفورم واروح امسك الاوبرند وامسك البلين بتاعي واجي عند النويز احرك النويز بالمنظر ده. بص كده معايا على الطريق ايه اللي هيحصله. هنحرك الزاد مثلا اهو الطريق بيتأقلم مع السطح بتاعك حاجه بالمنظر ده. ادي الطريق اهو ايه ماشي مع السطح بتاعي بالمنظر ده. هتقلل الزاد مثلا، هتقلل الزاد خالص مثلا، الطريق اهو ماشي مع السطح بتاعي بالمنظر ده. طبعا هو كان يستحسن ان انا كنت اجي اقول له ايه اقول له الاوبجكت بتاعي ما يكونش موف، كان يبقى انستانس مثلا بحيث ان ابقى شايف الاوبجكت تاني بلون تاني مختلف، او بالماتيريال كنت مثلا ادي ماتيريال للبلين ده مثلا. تعالى كده ايه ندي ماتيريال للبلين ماتيريال وندي مثلا لون احمر. للاسف مش راضي ايه مش راضي يتعامل مع الـ مع الاوبجكت لوحده، بيتطبقوا على الاتنين. تمام مش مشكله، فتبقى حاجه بالمنظر ده. يبقى هو ده اتطبق على شكل ده. وكده باختصار الكونفورم كومباوند اوبجكت. ونكمل ندخل بقى على الحاجه الثانيه وهي الكونكت. نعمل ريسيت دلوقتي وناخد فايل كده احنا مجهزينه حاجه بالمنظر ده. انا عندي اوبجكت في فتحه، الفتحه دي انا عاملها بايدي طبعا بالاد بالبولي قدام لما نعرف الاد بالبولي ان شاء الله. فانا عامل فتحه في الاوبجكت ده، والاوبجكت التاني اهو اللي هو الايد دي بتاعه البراد بس مش واصله بيها، عامل لها ايه عامل لها فتحه هنا اهو، ومن الطرف التاني مقفوله او مفتوحه مش هتفرق. تمام تعال ندوس كنترول زد عشان نقربه من بعض، واجي امسك كومباوند اوبجكت واجي الاقي عندي حاجه اسمها كونكت، واقدر اعمل بيك الاوبراند نوعه ايه متفقين عليها. دي الاوبراندز اللي عندي السلندر اللي انت ماسكها واللي انت هتعمله بيكنج، وده اسم الحاجات اللي عندك. تعال نعمل بيك دلوقتي ايه اللي حصل، دمجهم في بعض بالمنظر ده. طب افرض كان في فتحه في السلندر من تحت او في فتحه تاني في الاوبجكت ده، بياخد اقرب فتحتين لبعض ويدمجهم في بعض. تمام طيب عندي السيجمنتس، هي السيجمنتس اللي في الجزء المدموج ده، يعني كل ما تزيد كل ما تدي نعومه، كل ما تقل كل ما تديش نعومه. والتنشن حاجه هتاثر في الشكل ده بالمنظر ده، كل ما تزيد كل ما تعمل حاجه كده، كل ما تقلت ايه تعمل حاجه بالمنظر ده. طيب السموذنج عايز يكون على البريدج فيديني حاجه بالمنظر ده، ولا على الاوبراند فيديني حاجه بالشكل ده. طيب احنا عايزينه على سوري على البريدج سوري، ولا على الانز انا اسف، فهديك حاجه انعم في الاطراف في النهايات دي، الجزء النهايه دي. اما في البريدج فالبريدج نفسه اللي في النص. طبعا دي السموذنج. ديسبلاي عايز الريزلت ولا الاوبراند براحتك، والابديت عندك كده. احنا اتكلمنا على الكونفورم والكونكت في الكومباوند اوبجكت، ونكمل ان شاء الله في الفيديوهات اللي بعد كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.